الو مين؟ الو، ايوه يا استاذه حبيبه، الحاجه والدتك تعبانه جدا وحالتها صعبه. مين اللي بيتكلم؟ امي مالها؟ يا استاذه حبيبه، انا بكرم بقال، امك تعبانه جدا وقالت لي اكلمك. ايوه امي، ايه اللي حصل فيها بالظبط؟ عم مخيمر فضل يضرب فيها وصوتها كان جايب اخر نعم؟ الدنيا، كانت تيجي بسرعه تشوف. نهار ام طين. طب يمين على يمينك يا مخمر، لأن مدخلك السجن مخلياك تلحس كده تراب الزرازين. ما تقدريش، بقولها لك بقى على صوتي، ما تقدريش، واعلى ما في خيلك اركبيه. يا راجل حرام عليك، هتبقى انت والزمن على الست الغلبانه اللي جوه دي. مش كفايه النكبه اللي هي فيها وبنعالجها منها؟ انت ايه، ما بتبطلش شغل البلطجه ده ابدا؟ انت اللي عامله شغل بلطجه مش انا. اوعى تكوني فاكره شويه الكبار اللي عرفتيهم من الشغل بتاعك ده هيقتوني ولا خوفوني. لا حبيبتي، انا ما بتهتش ولا بخاف، ولا انت ولا اجعص منك يقدر اخد مني حاجه. ماشي هنشوف. او ام يام، انا هاخدك دلوقتي من ايدك، هتروحي معايا مديريه الامن الامن المحضر للجعر ده. مش هتروح معاك. تعرفي لو جبت وزاره الداخليه كلها هنا برضه هي مش هتتكلم. تراهني 1000 جنيه منك و10000 جنيه مني. 10000 جنيه منك ايه يا مقيح انت؟ ده انت عايش في الدنيا دي على حسي. قوم ياما يلا، ما تخافيش منه. قوم يلا معايا ياما، انت خايفه منه ولا ايه؟ لا المسامح كريم يا بنتي. مسامح ايه اللي كريم؟ انت الخبطه جت في نفخك اثرت عليكي؟ مستنيه ايه بعد كده؟ مستنيه لما يخبطك خبطه تاني يجيب اجلك؟ وبعدين لما انت مسامحه قوي كده، ليه خليتي بكري بقالي يجلمني يجيبني على ملا وشي؟ محتاجاكي جنبي. تعالجيني وجيبي لي الدواء، انا معيش بالي ما اجيب بيه شاش عشان اعالج نفسي. سامحيني يا بنتي سامحيني. ظهر ان في حاجه انا مش فاهماها. ماشي خلي دول معاكي، ولو اني عارفه انك بتديهم لي. انا كده عملت اللي عليا. يلا يا شاطر. انت بتكلمي رجاله الحاره من ورايا يا بت؟ رايحه تكلميني بكري؟ ليه تقطين؟ مش هيحصل تاني يا نشأتي. طب قولي لي، تعرفي ايه عن اللي حصل في محل العلافه بتاع جوزك جعفر اللي في الوجان؟ كل حاجه، كل اللي عملتوه اخدتوه من تحت ارض وكلت الخرطوش. أعرف كل الحكاية من طقطة لسلام وعلي، بس الحق يعني الحاجة الوحيدة اللي أنا ما أعرفهاش جعفر مخبي الأمانة فين. يا وليه الظلم لو عمل، اللي يعرف اللي حصل يعرف اللي وصل. وبعدين أنا مش هشاركك ولا طمعان في نصيب جوزك. قولي لي بقى، هو مخبي الأمانة فين؟ أنا هحكي لك كل حاجة. هو أنتوا بعد يعني ما خدتوا اللقية اللي أنتوا لقيتوها جعفر قلق، حس ان انتوا ممكن تغدروا بيه، فحكالي على كل حاجه. وبعد شويه كده قلبه اطمن، راح ناقل الامانه من مطرح حطها في مطرح تاني انا ما اعرفوش، لانه قال لي انت ست لسانك زالف وانا مش هقول لك على حاجه. بس الحق يعني يا بيه، هو ما ادانيش ولا اسم ولا عنوان حد غيرك انت، دونا عن الرجاله كلها اللي كانت معايا. واشمعنى انا بقى اللي بقلقاني بيكي؟ عشان بيحب. هو قال لي لو حصل لك أي حاجة يا جمالات نشأت بيه هو اللي هيقف في شدتك، وقال لي إن أنت جدع وشهم وصاحب صاحبك ونفسك مش متكبر. وطبعاً اديتي اسمي وعنواني لأخو جوزك جعفر الحرامي النصاب. جعفر كان عنده حق لما قال إن أنت لسانك زالف. غلطة واستاهل عليها ضرب السرم يا بيه. ولما هو كلمك عني ما جيتليش على طول ليه؟ بدل الهمباكة اللي انت عملتيها دي. الشيطان وسوسني، قلت اقول لغرباوي السر بتاع اخوه يمكن ينجده، وبدل كده خاف وهرب وصاب الرعب. اصله ندل وجبان طول عمره وراح متضيل عليا انا وبهدله بقى وراسه الف سيف ان انا اعرف مكان الامانه فين. مش عايز يصدقني
زلني وبهدلني وضربني وبهدلني يا بيه. وصابوا الرعب ليه بقى؟ بس انت مش عارف المكان اللي مستخبي فيه جعفر ده، يتقتل فيه القتيل محدش يضربه. المكان ده فين واسمه ايه؟ اسمه تل الراهب في طريق الواحات. هو كان هناك ليه وبيعمل ايه؟ هو كلمني مرة وكان صوته مبحوح كده وتحس ان روحه خلصانة، وكان بيكلمني من رقم غريب. وبعدين قلت له في ايه يا جعفر مالك؟ قال لي انا مكاني في الحتة الفلانية، بس قال لي اكتمي خالص، ما تجيبي السيرة لحد، اكتمي على الخبر كده مجروح، اوعي تجيبي السيرة لحد ما اطلع من الورطة اللي انا فيها. قلت له ورطة ايه يا جعفر؟ قفل السكة في وشي بعد ما وصاني على ابننا فتوح، ومن ساعتها ما اعرفش عنه حاجة. اتصلت بالرقم اللي كلمني منه، اتقفل هو الاخر بالضبة والمفتاح. طب قوليلي حصلت امتى المكالمة دي؟ دي من فترة طويلة، يعني بعد شهرين من غيبته. ياه شهرين؟ من يضمن بقى لسه عايش.